في ملف البنية التحتية في سحاب نبحث ونناقش مع المسؤولين إعادة تأهيل المواقع الخدمية والمجتمعية والتلوث البيئي وحاجة الشوارع لجسور مشاة. أنقاض ومخلفات البناء تنتشر في كل مكان وتشكل عبئاً ثقيلاً يلقى على عاتق الجميع. الوعود بالحل النهائي قد تكون من ضرب الخيال، إلا أن الجهود التي تبذل لمكافحتها والتقليل منها تسير على قدم وساق. بعد طرح عطائه منذ 7 شهور، ما زال مقطع الطريق الملوكي والواصل ما بين بصيرة ومنطقة القادسية تحت التأهيل، والتأخير سيد الموقف.